المركب الجراحي ديال المصحة انترناسيونال ديال الخريبكة كيتوفر على خمسة القاعات. هاد الخمسة القاعات كيمكنونا من اننا نديرو جميع الجراحات، اصوار جراحة ديال الجهاز الهضمي، جراحة ديال الراس المعروفة ديال العصبية، الاورتوبيدي جراحة العظام، اليورولوجي يعني المسالك البولية، كاينة جراحة الاطفال، وان شاء الله غادي تكون حتى جراحة القلب باذن الله هنا في مدينة خريبكة. من غير المركب الجراحي كيتوفر اساسا على واحد القاعة ديال لا سال دو ريفي اللي كاين فيها واحد 8 ليلي، يعني مما كيمكننا اننا ندير واحد الجراحات اللي كثار باذن الله. وكاينه واحد لونيتي خاصه بالولاده، يعني جينيرالمون الولاده ما غاديش تكون هنايا في المركب، كتكون في لونيتي ديالها اللي باش كتحافظ على هذيك الميزه ديال الولاده للعيالات حتى واحد اللحظه ديال الفرحه. وكاين اون سال ديال لوندوسكوبي ما يعرفوه المغاربه بالمنظار او التيو ديال المعده، دونك حتى هو عنده واحد لونيتي خاصه به.